Hello and welcome to the news from Bahrain International. I'm Sarah Lebrick. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa patronized the inauguration of the fourth session of the fifth legislative term of the National Assembly that was held remotely at Sakhir Palace in the presence of His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al Khalifa. Upon His Majesty's arrival to the palace, the national anthem was played. The personal representative of His Majesty the King, His Highness Sheikh Abdullah bin Hamad Al Khalifa, and the Minister of the Royal Court, Sheikh Khalid bin Ahmed Al Khalifa, were also present. The inauguration was also attended by the Speaker of the Representatives Council, Fawzia Zainal, the Chairman of the Shura Council, Ali Al-Saleh, the Minister of the Representatives and Shura Council's Affairs, Ghanem bin Fadl al-Bahrainain, and members of both councils. سلام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفجر سلام بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو أصحاب المعالي والسعادة، أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشرفنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب في حفل افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، وخير ما نبدأ به تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صدق الله العظيم. بارك الله. الكلمة السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة. His Majesty then delivered the following speech. ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الوطني الموقري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيطيب لنا وعلى بركة الله أن نفتتح دور الانعقاد الرابع لمجلسكم الموقر في فصله الحالي، متطلعاً معكم إلى مرحلة جديدة من العمل الجاد والمثمر ضمن مسيرة النهضة المباركة التي بدأها الآباء نحو وطن المحبة والحرية والرخاء، وفي سياق استمرارية دستورية منتظمة تعمل على ترسيخ تقاليدنا الرصينة التي تتميز بها تجربتنا الوطنية الجديرة بالمستوى الحضاري الرفيع لأهل البحرين الكرام. ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نتوجه بشكرنا وتقديرنا لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة، ولي عهدنا الأمين رئيس مجلس الوزراء، على جهوده الكبيرة والمتواصلة في إدارة الأزمة الصحية الطارئة، الذي يشرف حتى هذه اللحظة على كافة تفاصيلها، وبتنفيذ متميز لفريق البحرين بجميع كوادره، والذين نكن لهم بدورنا كل امتنان واعتزاز نظير خدماتهم
المشرفة التي ستذكرها لهم بلادنا على الدوام. ونخص بالذكر هنا الطواقم الطبية على الصفوف الأمامية وهم يواجهون الجائحة بسلاح التطعيم والتحصين، وبتعاون مشكور من قبل الجميع، حامدين الله الذي أعاننا على تجاوز هذا الظرف، دون أن ننسى في خضم كل ذلك ما فقدناهم من أرواح عزيزة ندعو لهم بالرحمة والمغفرة، ولأهلهم بالصبر والسلوان. الأخوة والأخوات، فبالرغم من صعوبة المرحلة إلا أننا وبفضل من الله نسير بثبات وبأداء اقتصادي قوي يبعث على الارتياح والتفاؤل بعودة واثقة لمسارات النمو بحسب ما تطمح له رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تساهم بكفاءة عالية في تعافي اقتصادنا الوطني، وتتعامل بشكل محترف مع التحولات العالمية المتسارعة للاستفادة من فرصها بهدف تعزيز التنافسية والمكانة الاقتصادية لمملكة البحرين. ومن هذا المنبر ندعو جميع أصحاب الأعمال ضمن قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية والاقتصادية إلى اقتراح المزيد من الأفكار والمبادرات لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد، مع التركيز على دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمحركات لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، خصوصاً في مجال الصناعة وعلوم المستقبل، وعلى كيفية تطوير تعاملنا مع التحديات البيئية والأزمة المناخية التي تطال كوكبنا، بمجد التعاون من أجل مواقف عالمية مؤثرة نجدد من خلالها سبل حماية البيئة من أي مخاطر مستجدة لحفظ بناءنا الإنساني والحضاري. ولا يفوتنا في سياق حديثنا عن أهمية التعافي الاقتصادي والبيئي أن نشير إلى وجاهة وفاعلية البرامج الحكومية لتحقيق التوازن المالي والاكتفاء الذاتي كمدخل أساسي لتنمية واستدامة مواردنا وثرواتنا الوطنية اليوم وغدا، مشيدين هنا بالتطور المستمر لأداء حكومتنا الموقرة الملتزمة بأحدث الممارسات الإدارية والتقنية، والمتمثل في تشديد الرقابة على جودة الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، ورفع كفاءة وعدالة توزيع الدعم الحكومي، وباهتمامها المستمر للارتقاء بالكوادر الوطنية والعناية بقضايا الشباب البحريني ودعم تقدم المرأة البحرينية، لتتوالى الإنجازات المشرفة التي نشهدها على كافة المستويات وفي جميع المجالات. وللمرأة مكانتها الرفيعة في بلادنا، ولله الحمد فهي مباركة في سعيها وعطائها، ولها كل التقدير والتكريم. ونوجهنا بالاستمرار في دعم وتطوير الخطط والبرامج التي تخصص لذلك. وعلى سبيل المثال للحصر، الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية بمبادراتها الهامة، وصندوق الأمل بمشاريعه الطموحة.
وتسعدنا الإشارة في هذا السياق بأننا نعيش اليوم أجواء من التوافق والطمأنينة والمحبة كأسرة واحدة في هذا المجتمع الآمن، وهي أجواء مشجعة تجعلنا نمضي قدماً لتطوير التشريعات ونظم العمل، وخصوصاً ما يتعلق منها بحماية الحقوق الإنسانية وتعزيز الترابط الأسري والنسيج المجتمعي. ومن بين أهم البرامج المنفذة على هذا الصعيد برنامج العقوبات البديلة الذي نجح بالرغم من حداثة تطبيقه في تحقيق أهدافه كمشروع وطني حضاري بأبعاد إنسانية شاملة، ولمواصلة الجهود الوطنية للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، فقد وجهنا بالبدء في وضع الآليات التنفيذية والبنى التحتية اللازمة لمراكز الإصلاح والسجون المفتوحة ووفق ضوابط محددة لضمان إعادة دمج المستفيدين من البرنامج في مجتمعهم، وبتفاؤل يشجعهم على التطلع لمستقبل مشرق بإذن الله. حضور الكريم، تواصل مملكة البحرين التزامها بنهجها الدبلوماسي القائم على سياسة حسن الجوار والاحترام المتبادل مع الأشقاء والأصدقاء في كل مكان، وفي هذا الصدد نتابع بقلق شديد ما تتعرض له المياه الإقليمية الخليج العربي من استهداف متعمد يهدد أمن هذه المنطقة الحيوية وخطوط الملاحة الدولية. ونجد بأن ما تتعرض له السفن التجارية في الخليج وبحر العرب من هجمات عدائية متكررة يتطلب المزيد من التنسيق مع مختلف الأطراف الدولية من أجل مكافحة قوى الإرهاب ووقف دعمها وتمويلها من أي طرف كان. وسيبقى التمسك بالعمل والمصير المشترك بين دولنا وشعوبنا الشقيقة من ثوابت البحرين الوطنية والقومية، وأياً كانت التحديات فإن بلادنا تعتز بالمسيرة الخليجية المباركة، وتتطلع لأن يعود العمل ضمن مساره الطبيعي تحقيقاً للأهداف النبيلة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بما تصبو إليه لتوحيد الصفوف وتغريب القلوب وتنمية المصالح المشتركة. الإخوة والأخوات، إنه لا يسرنا بهذه المناسبة الطيبة أن نشيد بالتعاون الإيجابي بين الحكومة الموقرة والمجلس الوطني الذي أصبح من تقاليدنا الوطنية، وننظر إليه بعين الارتياح لما ينتج عنه من مشاورات ومناقشات بناءة بهدف وضع الحلول الفعالة ومراجعة وتطوير التشريعات ذات الأولوية. هذا فضلاً عن الدور الكبير الذي تتولاه وفود المجلس في إبراز صورة البحرين في المنابر الدولية والمجالس المماثلة في الأقطار الشقيقة والصديقة. ولا يسعنا هنا إلا أن نخص بكثير من التقدير والاعتزاز الجهود البارزة والتضحيات الباسلة لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في حماية سياج الوطن والمحافظة على منجزاته وسيادته، وأن نعرب لمؤسساتنا العسكرية عن بالغ سرورنا ومباركتنا لإقدامهم على برامج التصنيع الحربي المتقدم وتوطين عملياتها انسجاماً مع ما تشهده من تجارب إقليمية تشعرنا بالفخر لتحقيق القوة الدفاعية الداعمة لاستقرار المنطقة.
وفي ختام هذا الحديث ومن منطلق اعتزازنا بما يبذل من جهد وطني مخلص في ميادين الإنتاج والبناء، نتوجه بالتحية والثناء والتقدير لعطاء مواطنيننا الكرام برجالهم ونسائهم، ونحن نمضي معهم بمعنويات عالية لنحقق للجميع الحياة الحرة الكريمة، واضعين تقدمنا الحضاري نصب أعيننا تحت لواء دولة المؤسسات والقانون، مع خالص التمنيات لدور انعقاد موفق يواصل بالبناء على المنجزات والمكاسب الوطنية التي ما كان لها أن تتحقق إلا بتوفيق من الله، ومن ثم اجتهادكم في خدمة الوطن الغالي كل من موقع مسؤوليته، وهي نتائج تدعونا للفخر بكم وبجميع أهل البحرين الأعزاء. بوركتم وبوركت خطاكم على طريق الخير والفلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب الجلالة، تتشرف الآن معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل، رئيسة مجلس النواب. The Speaker of the Representatives Council then delivered a speech in which she expressed thanks and appreciation to His Majesty the King for the inauguration in order to continue the progressive march of the kingdom and achieve further progress and prosperity for Bahrain. She praised the achievements of the kingdom made under the prosperous era of His Majesty the King. She affirmed the strong cooperation between the executive and legislative authorities in order to achieve the best interests for the country and its people, in cooperation with the government led by His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister. She praised the efforts of Team Bahrain led by His Royal Highness and their role in furthering the kingdom's development. She praised the ability of the kingdom to overcome the challenges imposed by the pandemic thanks to the directives of His Majesty the King and the following up of His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister. She also hailed the role of frontline workers in facing the repercussions of the pandemic. She affirmed the legislative authorities' keenness to support national recovery and enhance the development march of the kingdom in order to achieve the desired goals in line with the Economic Vision 2030. She affirmed her keenness to enhance the status of the kingdom, support the youth, and empower women in all fields. Zainal also expressed her thanks and appreciation to the consort of His Majesty the King and President of the Supreme Council for Women, Princess Sabika bint Ibrahim Al Khalifa, for her numerous contributions that enhance women empowerment and ensure further progress and prosperity for Bahraini women. She also hailed the role of the youth and the efforts of the representative of His Majesty the King for humanitarian work and youth affairs, His Highness Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, in harnessing the skills of youth in order to achieve the best interests for Bahrain and its people. رفعت الوطن ورخاء المواطنين. صاحب الجلالة، لقد قطعت مملكة البحرين في ظل قيادتكم المباركة سنوات مضيئة من التقدم، فحققت من الطموحات التنموية والإنجازات ما كان مأملا وأكثر، فأصبحت نموذجا في إرادة الدول على النهوض ومثالا على سعي وعزيمة الشعوب من أجل نماء الوطن ورفعته. وإننا في السلطة التشريعية نعتز ونفتخر بالدعم الكبير من لدن جلالتكم، والذي فتح أمامنا الأبواب واسعة لمضاعفة الأداء التشريعي والرقابي وفق أسس دستورية متطورة عبر تعاون وتنسيق متواصل مع السلطة التنفيذية، جعل من المصلحة العليا للوطن القاعدة التي نقف عليها مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. ولقد أرسى سموه حفظه الله نهجاً جديداً ومتطوراً من العمل الوطني الجماعي يرتكز على الإيمان بطاقات أبناء الوطن والاستفادة من عطاءاتهم تحت مظلة فريق البحرين، وفق استراتيجية مدروسة وإرادة صلبة اجتمعت لكتابة سجل حافل بمنجزات كفلت للبحرين النمو المستدام
وأنتجت تجربة مثالية تخطت المستوى المحلي ووصلت إلى نطاق الدولي، لتصبح مسيرة المملكة أنموذجاً رائداً ولتقدم درساً بليغاً لأهمية التعاون المثمر والإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل بلوغ الغايات الوطنية. صاحب الجلالة، وانطلاقاً من توجيهات جلالتكم السديدة، حفظكم الله ورعاكم لتحقيق خير الوطن والإنسانية، وبما أشهدتنا إياه المرحلة السابقة من حنكة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في قيادة الجهود الوطنية المخلصة، فقد سطرت مملكة البحرين قصة نجاح عظيمة في التصدي لتحديات وتداعيات جائحة كورونا، وصولاً لمرحلة التعافي، وحققت أداءً باهراً في دعم القطاع الاقتصادي بما مكنه من مواجهة التداعيات السلبية للجائحة. ولتوثق مملكة البحرين بهذه الإنجازات مسيرة نجاح وطن وقائد وشعب، مسيرة اتحدت فيها الإرادة الوطنية من أجل الإنسان أولاً وآخراً، مسجلين في هذا السياق عميق الشكر والتقدير إلى أبطال الصفوف الأمامية وكافة العاملين والمتطوعين في فريق البحرين على ما يؤدونه من واجب وطني وما يتحلون به من مسؤولية إنسانية رفيعة، فكان النجاح الشامل والمتكامل في أرقى وأسمى صور التميز وعنوانها مملكة البحرين. صاحب الجلالة، إن السلطة التشريعية وإدراكاً منها لحجم التحديات تضع على رأس أولوياتها دعم جهود التعافي لاقتصادنا الوطني بالتعاون مع القطاع الخاص وتوفير البيئة المحفزة للارتقاء بعطاءات المؤسسات المتوسطة والصغيرة ورفض المسيرة التنموية الوطنية بمزيد من فرص التقدم للوصول إلى الغايات المرجوة وبلوغ الأهداف المنشودة لبرنامج التوازن المالي انسجاماً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والعمل على مساندة كافة الجهود الرامية لاستيعاب المتغيرات البيئية والمناخية وتعزيز الأمن الغذائي والتحول الرقمي وعلوم الفضاء والمستقبل وتمكين الشباب وتطوير المنظومة التشريعية وفقاً لمضامين خطاب جلالتكم السامي، كما نؤكد استمرارية العمل لإغناء حصيلة الريادة في مجال حقوق الإنسان وبما يجعل مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، خاصة مع ما تتمتع به من بنية تشريعية متطورة ومنظومة مؤسسية عصرية وسلطة قضائية مستقلة تواكب المسار الإصلاحي والتحديث انطلاقاً من الرؤية الإنسانية الرفيعة لجلالتكم حفظكم الله والاستنارة بها لمواصلة النجاحات المتميزة التي حققتها منظومة العمل الحقوقي عبر إطلاق عدد من المبادرات الإنسانية المتقدمة كبرنامج عقوبات البديلة ومشروع السجون المفتوحة بما يعكس عقيدة وطن يجعل من الإصلاح عماد نهضته ومن المواطنة الصالحة طاقة معطاءة للبناء والازدهار. صاحب الجلالة، إننا نعاهد جلالتكم أيدكم الله بأن نمضي قدماً في مساندة كل ما يعزز التمسك بالهوية البحرينية الأصيلة والمحافظة على المنجزات الوطنية وتكريس احترام دولة المؤسسات والقانون وتعزيز دور الشباب ودعم تقدم المرأة البحرينية في كافة مناحي العمل والحياة، معربين عن تقديرنا وامتناننا للجهود الكريمة من لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله وإسهاماتها الرفيعة في مسيرة النهضة والبناء، وهي عطاءات لمسنا أثرها وأهميتها في الاجتماعات البرلمانية الدولية حيث كانت أدبيات ورؤى سموها والمشاريع النوعية التي أطلقتها ورعتها موضع انبهار وانجذاب لافت من ممثلي برلمانات العالم
خاصة ما يتصل بالمبادرات الخلاقة التي أثبتت تفردها في تحقيق التقدم للمرأة في البحرين والعالم، مؤكدين مضاعفة العمل لتنمية العوائد الناتجة عن الخطط الوطنية الرامية لتعزيز نهضة وتقدم المرأة البحرينية. ولا يفوتنا في هذا المقام أن نشيد بدور الشباب البحريني وإنجازاته في مختلف المجالات بفضل دعم جلالتكم والمساعي الحثيثة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، ونؤكد استمرار السلطة التشريعية في دعم الارتقاء بالمنظومة الشبابية وتكريس الجهود البرلمانية لتمكين المبادرات النوعية من الوصول لأهدافها المنشودة، خاصة المرتبطة بصندوق الأمل والذي يمثل إنشاءه استثماراً مهماً لطاقات الشباب البحريني وتطلعاتهم، إيماناً منا بأن مستقبل الوطن في رعاية شبابه وتمكينهم وتقدمهم. كما سنواصل العمل على تعزيز برنامج التمكين السياسي للشباب، ويجري حالياً الإعداد للنسخة الثانية من برلمان الشباب، والذي أظهر شباب الوطن في نسخته الأولى وعياً رفيعاً في التعاطي مع الأدوات التشريعية والرقابية. صاحب الجلالة، نؤكد تقديرنا لجهود جلالتكم أيدكم الله في دعم مسار العمل الخليجي الموحد الرامية لتثبيت أمن واستقرار المنطقة وحماية الملاحة الدولية في مياه الخليج من أي تهديدات تؤثر في حركة التجارة العالمية، بجانب التضامن العربي والإسلامي لمختلف القضايا والتصدي للجهات الداعمة للإرهاب. ونؤكد لجلالتكم حفظكم الله دعم ومساندة السلطة التشريعية لخطواتكم الخيرة والشجاعة على صعيد تحقيق السلام والتعايش العالمي كخيار لا غنى عنه من أجل حاضر ومستقبل البشرية جمعاء، وهي رسالة حضارية تسير مملكة البحرين على هداها عبر تاريخها المديد. كما ونسجل فخرنا واعتزازنا بدور الجنود البواسل في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية على تضحياتهم وجهودهم في تحقيق الأمن والاستقرار، داعين بالرحمة والمغفرة لشهداء الواجب الوطني. صاحب الجلالة، لقد مارست الدبلوماسية البرلمانية دوراً فاعلاً في تحقيق التطلعات الملكية السامية، وكان حضورها بارزاً ومتميزاً ومنفتحاً على خطى أوسع من العمل والإنجاز في الداخل والخارج تحقيقاً للمصلحة العليا للوطن. ختاماً، ومع بداية دور الانعقاد الرابع، نجدد العهد في مواصلة العمل بكل عزم وإصرار، غايتنا الوطن وهدفنا تلبية الطلعات أبناء شعب البحرين الوفي في ظل قيادة جلالتكم الحكيمة، وفقكم الله وأيدكم ونصركم وسدد على طريق الخير خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً، كل عام وانتم بخير. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa received a cable of congratulations from His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister, Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, on patronizing the opening of the National Assembly's fourth session of the fifth legislative term. His Royal Highness hailed His Majesty the King's keynote speech in praise of Team Bahrain's efforts to further development across all fields in combating COVID-19 pandemic. He pledged to continue his efforts to achieve His Majesty's visions, highlighting Bahrain's development strides across all fields. Thanks to His Majesty's directives, he said that the priority would be given to achieving economic recovery, consolidating financial stability, and overcoming the pandemic fallout in cooperation with the legislative branch of the government. His Majesty sent a cable of thanks in reply to His Royal Highness's cable of congratulations. He praised His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister's pledge and strong resolve to implement royal visions and directives into fruitful work through programs and projects to achieve economic recovery and further wide-ranging development.
His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa today issued Royal Decree 102 of the year 2021, appointing Dr. Jawahar Shaheen Al Mdahki as President of the University of Bahrain for a 4-year term. His Majesty also issued Decree 103 of the year 2021, renewing the appointment of Dr. Maryam Al Jalahma as Chief Executive of the National Health Regulatory Authority for a tenure of 3 years. His Majesty issued Royal Decree 104 of the year 2021, appointing Nabil Abdul Hamid Abdul Ghani Al Sheikh as Assistant Undersecretary for Resources and Information at the Ministry of Transportation and Telecommunications. His Majesty also issued Decree 105 of the year 2021, defining the specialized authorities in accordance with Law 10 of the year 2006 regarding some tasks and specialties of the authorities relevant to the oil and gas, and the amendment of some provisions of Decree Law 42 of the year 1999 on the establishment of Bahrain Petroleum Company. The High Committee for Energy and Natural Resources shall be the specialized authority stipulated in Article 1 of Law 10 of the year 2006. The Oil and Gas Holding Company shall be the authority stipulated in Article 2 of the same law. His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al Khalifa received a congratulatory cable from the Speaker of the Council of Representatives Fawzia Zainal on the occasion of the inauguration of the fourth session of the fifth legislative term of the National Assembly. Zainal extended her thanks and appreciation to His Royal Highness for participating in the opening ceremony of the fourth session of the current legislative term of the Assembly, confirming His Royal Highness's support for the dedicated efforts being exerted to further develop the Kingdom's democratic process. The Speaker wished His Royal Highness a continued success in bringing about more progress and prosperity to the Kingdom under the leadership of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa. Zainal asserted that she is looking forward to attaining more achievements and improving cooperation between the executive and legislative branches to achieve the aspirations of the citizens of Bahrain. His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al Khalifa received a cable of congratulations from the Chairman of the Shura Council Ali Al Saleh on the occasion of the inauguration of the fourth session of the fifth legislative term of the National Assembly. Al Saleh extended his sincere gratitude and appreciation for His Royal Highness's presence at the ceremony. He noted the Shura Council's commitment to building on the successes and national accomplishments attained under the leadership of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa. Al Saleh commended His Royal Highness's continued support of the Shura Council, as well as in strengthening executive legislative cooperation and coordination in order to enhance Bahrain's democratic process. The Shura Council chairman noted that the government's support for the legislative authority confirms His Royal Highness's appreciation of all the dedicated efforts of the Shura Council and Council of Representatives to serve the Kingdom and consolidate democratic principles in line with the government's initiatives to improve cooperation between the executive and legislative branches to achieve the aspirations of Bahrain's citizens. His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al Khalifa chaired the weekly cabinet meeting at Ghadibiya Palace. The cabinet commended the decision of the United Nations Human Rights Council in regard to the Republic of Yemen, hoping that it will support steps aimed to stabilize Yemen. The cabinet then welcomed the decisions of the European Union to add Bahrain to the list of epidemiologically safe non-EU countries, stressing that this reflects the Kingdom's outstanding national efforts to combat COVID-19. The cabinet expressed its condolences to the government and people of the Islamic Republic of Pakistan for the victims of the earthquake that struck Balochistan.
The cabinet discussed several memorandums during the meeting with the following outcomes. The approval of the following memorandums. A memorandum by the Ministerial Committee for Legal and Legislative Affairs regarding an MOU on further strengthening cooperation between the GCC ministries and entities related to endowments and Islamic affairs. A memorandum by the Ministerial Committee on Legal and Legislative Affairs regarding draft framework for cooperation on the exchange of financial sector cybersecurity information among GCC transnational banks. The framework aims to support efforts to enhance cybersecurity and maintain the integrity of the GCC's financial and banking sector. A memorandum by the Minister of Health regarding the development of evaluation and accreditation of procedures for public and private hospitals and health centers, which aims to ensure compliance with the approved regulations and standards for services provided to patients. The memorandum contributes to raising the quality and efficiency of the Kingdom's health services. The national accreditation will contribute to the establishment of a continuous, open, and constructive partnership between the National Health Regulatory Authority and health institutions. A memorandum by the Ministerial Committee for Legal and Legislative Affairs regarding the government's response to a proposal for a law submitted by the Council of Representatives and a proposal for a law submitted by the Shura Council. The Cabinet reviewed the following topics. A memorandum by the Minister of Shura Council and Council of Representatives Affairs regarding decree laws and draft laws submitted by the government which are under study by the Legislative Authority during the fourth regular annual session of the fifth legislative term. The Cabinet took note of the ministerial reports, including the outcomes of the participation of the 65th regular session of the General Conference of the International Atomic Energy Agency, the visit of Libya's Minister of Foreign Affairs to Bahrain, and international cooperation between the Kingdom of Bahrain and Libya. Her Royal Highness, the consort of His Majesty the King, President of the Supreme Council for Women, the SCW, Princess Sabiha bint Ibrahim Al Khalifa, sent a cable of congratulations to Dr. Seema Bahuth for being appointed UN Under Secretary General and Executive Director of UN Women. Her Royal Highness wished Dr. Seema success in carrying out the duties of this important international position. She expressed her pleasure that she witnessed the selection of an Arab woman to lead women empowerment endeavors at the global level, which is an important indicator of Arab women's competency that qualify them for such great responsibilities to contribute to decisions and policy makings that targets the advancement of women. Her Royal Highness expressed her pride in the continuous partnership with the UN Women, which Bahrain strives to activate and document through many joint initiatives, particularly the launch of the Global Award for Women's Empowerment. She affirmed the SCW's aspirations for further cooperation with the UN to serve and empower women, which stems from the Kingdom's commitment to international agendas in this regard. The representative of His Majesty the King for Humanitarian Work and Youth Affairs and chairman of the Board of Directors of the Oil and Gas Holding Company, His Highness Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, arrived in Riyadh, where he was received by the Saudi Minister of Energy, His Royal Highness Prince Abdulaziz bin Salman Al Saud. His Highness Sheikh Nasser affirmed that the field of energy in the kingdom has witnessed a quantum leap thanks to the vision of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa and the support of His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al Khalifa. He added that the kingdom continues to consolidate its partnerships with the Kingdom of Saudi Arabia in this regard, based on deep-rooted bilateral relations. During the meeting, His Highness reviewed with the Saudi Energy Minister means of bolstering cooperation in the field of energy, as well as means of consolidating partnerships between the two brotherly countries. Topics of mutual interest in the same field were discussed between the two parties in the presence of the CEO of Saudi Aramco, Amin Al-Nasser, the acting managing director of the oil and gas holding company, Dr. Mohammed bin Mubarak bin Dana, and the board member of the company, Abdullah Jihad Azin. We'll be right back.
The first Deputy President of the Supreme Council for Youth and Sports, President of the General Sports Authority and President of Bahrain Olympic Committee, His Highness Sheikh Khaled bin Hamad Al Khalifa, visited Al Ittifaq Sports Club and Barbar Sports Club as part of His Highness's keenness to enhance communication with sports facilities. His Highness met with the President of Al Ittifaq Club, Fawzi Abdullah Drazi, and the President of Barbar Club, Ali Hassan Muhammad, as well as a number of members. His Highness expressed his appreciation for the effort of the two clubs in serving Bahraini sports through holding activities and various sports events and encouraging the youth to practice sports and embrace sports teams. His Highness then listened to a briefing from the presidents of the two clubs regarding their future plans that aim to develop the sports sector of the kingdom. He noted the comprehensive development of the future vision that contributes to sports advancement. For their part, the club's presidents expressed their thanks and appreciation to His Highness Sheikh Khaled for his continuous support and hailed his efforts and contributions to serving the sports sector in the kingdom. The President of the Supreme Council for Islamic Affairs, the SCIA, Sheikh Abdulrahman bin Muhammad bin Rashid Al Khalifa, chaired the Council's regular session virtually. He praised the royal directive to ease restrictions in performing prayers in mosques with taking the necessary precautionary measures. The SCIA President valued the continued keenness of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa to establish religious rituals even under exceptional circumstances, such as during the pandemic, while emphasizing health precautions. He also hailed the efforts made by Team Bahrain, led by His Royal Highness Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, Crown Prince and Prime Minister, which led the kingdom to recovery and normal life. The council then reviewed the topics listed on its agenda. The Minister of Health, Faiq Saleh, headed the Bahrain delegation in 86th session of the World Health Organization Regional Committee for the Eastern Mediterranean, which was held remotely with the participation of ministers of health and senior officials. The meeting aims to discuss health issues with high priority, and it started with the Director General of the WHO delivering a speech in which he praised the health system of the Kingdom of Bahrain and expressed pride in the Bahraini experience in dealing with the pandemic and described it as a model that should be followed. The regional director of the WHO for the Eastern Mediterranean, Dr. Ahmed Al-Mandri, also delivered a speech in which he affirmed that the pandemic requires strong economic and social systems to overcome, and expressed their appreciation to the member states for their cooperation in facing the pandemic. The meeting also included the discussion of climate change issues, combating tobacco, implementing international health standards, hospital care, and many other issues listed on the agenda. Bahrain condemned the terrorist bombing that targeted the convoy of the governor of the city of Aden and the Minister of Agriculture of Yemen, which led to a number of deaths and injuries. The Foreign Affairs Minister expressed its sincere condolences to the families of the victims, the government, and the brotherly Yemeni people, extending its wishes for a speedy recovery to all those injured from this sinful terrorist act, which contradicts all religious and humanitarian principles. It affirmed Bahrain's full solidarity with Yemen in its efforts to establish security and stability on its lands.